بيتغنوا ابراز ستيت جاز. هنبدأ الاختبارات. اول حاجة الغنى، اتفضل. غنى ايه بيه؟ حضرتك تغني. انا اغني والادب يبدو في المدرسة. حضرتك لازم تغني لان الوراثات الجينية بتنتقل للابن، فلازم السنيورة تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض البصير فورا. اي دمعة حزن لا، اي لحظة حيرة لا، عايشين عايشين سنين احلام، دايبين دايبين في احلى كلام. كويس كده بيه. برافو برافو. الرياضة مهمة جدا زي ما السنيورة قال. حاول اي حاجة كده، ودي اي حاجة مش هتخلص من الدورة. سيب سيب. مستحيل طبعا ان انا اروح اطلع على العجلة واقعد العب رياضة عشان خاطر بقدم لابني اجي العب رياضة. مستحيل كده يا بيه. في ايه بالظبط؟ كده كويس خلاص. السنيوره هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. دي نشتغل زي ده. كويس يا سنيوره، اتفضل مستر طه. الحمد لله. ايه ده بي؟ بامبرز. بامبرز ايه؟ ليه يعني؟ مش حضرتك التمرين؟ ما انا عملت دي تمرين، انا عملت تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا، مش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي. ضروري؟ على فكره ده دي براشه دي كتير بتبمبيرو. بتقول ايه دي؟ دي نشتغل انجلش وقت تشاتيس. يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني السنور بتقول ده انت بتعمل لنا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه استحمل. بيتري كريستيان. اوكي كلمه كلمه كلمه. امسك يا بيتري كريستيان. بيتري كريستيان. يا بيه ده فين الراجل كان هنا واخد الدوسات دي؟ فا بيه سنيوره. ايه ده دي ده؟ دي كيف مستحيل طبعا ان انا اعمل الحاجات دي. مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك؟ مش عايز ابنه، مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا 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 هين مش تا تا بيتي ليش تا تا؟ تا تا انا بقول له تا تا في البيت. مش تا تا ليش تا تا؟ مش بتاعتها دي ودي بركتاني. وقفتي حالنا اصلا، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت تبع الترينير دي مدرسه دي ولا جنود حيوانات ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فين الاستاذ اللي هنا اصلا بعد في الاوراق دي؟ ام دي الورق عشان نمشي. انت ربنا من ثلاث ثانيه يا نبي اسعد باشمهندس، تعالى خلصنا الموضوع ده. شو بتعمل؟ ربنا ومش لا فاهمه حاجه ولا مديره ولا فاهمه اي حاجه. ايه ده؟ جايين اختبار هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه؟ انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ انت اصلا عارف اللي بقول ايه؟ في ايه؟
اما بقى الاستاذه زيزي سالم والاستاذ سيد نبص بس خريب روشن زيزي شوباني كنت ثانوي يا ريت تعرفوا نفسكم يا سنيور مدام زيزي مدام زيزي سيد سيد وده هنا ما تسمعش كويس عايز اقولك شويه سيد هنبدأ أول اختبار الغنى هتتفضل حضرتك ولا الأستاذ؟ غنى ده من ضمن الشروط ده حضرتك؟ يا أدوانداتو مين يغني أنا ولا هو؟ حضراتكم وأنتوا الاثنين إحنا الاثنين أيوة طب ليه؟ طب الفرد لما بنعرف طب نغني يعني نغني نقول ايه بربرتاتي بكتا كوجي بارجان دي بارسيني روارجان عربي انجليزي اللي رايح حضرتك بس اغني ايه اغرم ولا اي حاجه انت اغرم مش حافظه انت حكي لي على بالك حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفه حاجه دي تعجب يا مدام زيزي عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين مدام زيتا يا مدام زيتا دي حاجه العجله دي دكتور زيتا برج كان استنى كده انا جرب يا سيد مش معقوله يعني مش معقوله عجله انا بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله ربنا انا مش مقتنعه خلي بالك كل ده في صالحنا يعني دي نقاط في صالحنا اشتري هنا اشتري قول لي ازاي مدام زيتا وانا كمان لا 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 ريجي ورجي اني اورينو مرسي بتهنيكي على اختيارك لجوزك بتشكر فيه لانه رياضي جيجا تاروكي جيجا جيجا وان تيروكي تبريا يا مستر والنادي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا تي برشل هنا مش معقوله يعني ليه مش معقوله ايوه مش معقوله احنا كبرنا يا شغلانه يا عمك بنت ايه يا شغلانه يعني بتي رينو 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 بتي ترجم روبر ستاكس ايه عشان انت الحمد لله ان احنا فهمنا حاجه يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي هاتي بوري تاني كده في حكايه في ايه تاني انا اتخضيت معقوله هي بتخضنا كده ليه ماشي استاذ زخاري يا سيدي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا برافو برافو يا استاذ زخاري ادو من منين فين الاستاذ زخاري كرستانو بيو جاستان يا استاذ ده من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني اشتري تاكسي كمان وانت اشتكر الكاتر التاكسي يا ست عرفتينا يا اسكندريه انا ما اعرفش الا العربي الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم مش معقوله كده عرفتينا تعبتينا فين العفريت بتاعك ده راح تندهله ان شاء الله هتموت وهي بتندهله ايه ده راح فين دي في ايه الأستاذة دعاء والأستاذ سيد نبص بس أخاصمك واسيبك لا انت حبيبي ومنيا لدوبني والبعد عن هوايا بيت أخاصمك حسن حسن يبرو جبار في قسوته جبار هيا بس يا فيلو نيرا فار وانتو مكاني حضرتك مش حافظ الجبار كمل اغنية بقولك خدعتني ضحكته وخانتني دمعته
وما كنتش اعرف ان النهارده تقدر عيون دي تقدر تخون بالشكل ده. هجيبكم بيت الرتاتو. برافو 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 رجل بني. ايه استاذ زكريا يا رجل بيتو فيديو ده باستينو من هنارو. مامي. هنارو. زكريا. بيت الرحسن. هجو ريبا بيسا زيبا نادو اتروزن نو ريبورا بيرانو فوف. فضل مستر سيد. فضل. ايه. الدفار يلا. طب الاختبار ده للبنت الصغننه هي اللي تعمل كده للطفله مش انا. حضرتك الاساس مش الطفله. ارجوك ما تزعلش. اتفضل ده تمرين مصر. قوم 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 يا ربي يخليك بقى. زكريا يا سينيورا سنة برانتو. ايه ده؟ المرحله الاخيره يا طب ده كده عيب بقى بجد عيب. لا 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 كده ما ينفعش. انا مش هعمل حاجه زي كده. لا 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 مش هعمل. معلش عشان خاطري انت جننتي. دي ممله. معلش برافو انت بايخه وبارده قوي. اه والله ليلتك سودا لو طلبت حاجه تاني. اه انا ليلتك سودا. ايه انت مش فاهمه خالص. طب انت يا دعاء صراحه دعاء زفته دعاء دعاء زفته زفت. ايوه دعاء زفت على دماغك عشان اساسا على دماغك انت. ده انت ايه ده يا خالد يا خالد يا خالد. وبكده نقول يا رب أنا معايا النهاردة أحلاهم مش أحلاهم وبس وأحمد محمد. أهلا وسهلا. اتفضلي يا حاجة. اتفضلي حضرتك. أهلا وسهلا. دي خطوة عزيزة حضرتك. اتفضلي يا باشا. أهلا وسهلا. تأمريني أنا أنفذ. البرتقال. حاضر. حط هنا البرتقال. الحاجة هنا. يلا يا حاجة. نعم. يا استاذ عايز اكلم حضرتك في حاجة. انت وابن حضرتك. لا شكلك هيزعل. في ايه حضرتك؟ طب في ايه يا بنت؟ حضرتك تعرفينا قبل كده يعني؟ لا هو موضوع بس ارجو ان انتوا ما تزعلوش. طب ما خير. طب ايه غشتينا كده؟ انا اسفة. انا اسفة يا حاجة. فين البرتقال؟ ليه ده بقى؟ فين البرتقال؟ تستعبطونا هنا ولا حضرتك الكاس دوت مليان. ايوه المدام دخلتنا سالتنا على موضوع. ايوه بنبص لقينا الكاس ده بالمياه فاضي. ما لقيناش حاجه. الف هنا وشفا حضرتك. الف هنا وشفا. انا سبت منك حاجه. على ايه؟ على ايه الف هنا وشفا؟ على ايه اللي انا سبت منك حاجه انا؟ يعني مسافه حضرتك ما انتفت ورا كده يعني ما مليش كلام. نتكلم المدام نبص ما لقيناش حاجه. المدام بتسالنا على موضوع. يا حاج انت بتزعقي لي في ايه حضرتك؟ بزعق يعني شربت وانا ما شربتش؟ يعني انا كنت بحلم؟ ما انا مش فاهم بقى منك حاجه. مش فاهم ايه يعني؟ يعني مره انت عاوز ايه بالظبط؟ عايز اعرف ازاي حضرتك ولا مؤاخذه اتشرب ازاي؟ هو ده كلام؟ ازاي اتشرب حضرتك؟ ازاي اتشرب بقى؟ تقولوا لنفسكم بقى ولا اقلب انا؟ تقلب ايه حضرتك؟ اقلب لك الترابيزه والمحل كله. انا بنزل حاجه قدام الناس كلها. ايوه وانا شايفاها بس ما فيش اهو. عمال ما الست دي كلمت. ما تكونش انت مديت ايدك على الكوبايه. ازاي؟ يعني خدتها شفتها؟ ازاي؟ انا بكلم المدام في موضوع. قول كلام غير ده عشان يبقى حلو عشان انت بتعدي على خير. يعني هيحصل ايه حضرتك؟ هيحصل كل حاجه اتعملت. تسمحوا لي بقى نشوف مع بعض احمد حسن. احنا يا فندم عندنا كل حاجه زي الفل بس احلى حاجه عندي العصير التفاح. ممتاز. نعم ممتاز. مش فاهم ايه العصير ممتاز يعني؟ العصير ممتاز. هو ممتاز باذن الله. يعني عصير تفاح ان شاء الله. حاضر. تأمرني يا باشا. في عندنا حضرتك عضويه بقى باذن الله من اول شهر بس نتعرف على اسم حضرتك نحضرها لك. اوكي. اسمي احمد حسن. نعم فندم. اسمي احمد حسن. شرفت الدنيا ربنا كلها. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. سواني حضرتك باذن الله. التفاح الممتاز. الممتاز طبعا حضرتك. اتفضل يا باشا. يا اهلا وسهلا استاذ احمد. ايوه حضرتك. فاكر حضرتك
لما شفتكم مع بعض. ازاي؟ بصي بقى شوفي بقى الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده ازاي انت سافرتي لوحدك وسبتيني. لا انا زعلانه بجد. لا الجرسولة هنا فين؟ عايز ايه حضرتك؟ حضرتك انا كوباية العصير كانت قدامي مرة واحدة ما لقيتش فيها عصير. الف انا وشيفة شربتها كلها. شربتها وانا ما شربتش حاجة، انا كنت بتكلم مع الانسة. استاذ احمد انت ظاهر بتحب التفاح وقلت لي انه ممتاز وعشان انت بتحبه افتراك شربته. لا ما شربتوش والله، ما جتش جنب الكوباية خالص. يا فندم على فكرة أنا شاكك في كل اللي بتقوله. يعني أنا مجنون مثلا؟ يعني أنا مجنون؟ يعني هتضربني حضرتك؟ يعني مش هضربك، أنا مجنون. يا فندم أنت محترم، اتفضل استريح. عايز إيه حضرتك؟ أصلك أنت كده بتعرفني إن أنا مجنون رسمي. لا إله إلا الله. وأنا قاعد في مستشفى المجانين. حاضر يا فندم، إيه طلباتك هم؟ طلباتي أنا عايز العصير بتاعي. خدامك يا فندم، حاضر. يا رجب، حط هنا. ما تزعلش بقى. قاعد بيشرب وأنا اللي قاعد بتفرج عليهم. ما تزعلش. على فكرة أسلوبك كده مستفز خالص. لو سمحت حضرتك. واللي عملته لو سمحت حضرتك مالكيش دعوة. ده أنا. أيوة أنت. مش عارف أنا أعصابي أصلاً بايظة ومش مستعد لأعمل أي مشكلة. إيه ده؟ أنت داخل تتهاجمني أنا؟ أهاجمك ولا أنت مالك ما تكلمنيش؟ لا ده أنت مجنون مش طبيعي. مجنون؟ بصي ليه أنت شايفاني بشد في شعري؟ لا. إيه ده المكان ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حتى فين؟ لا 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 انا قاعد في مستشفى مجانين ولا ايه ده انا مش فاهم ده ايه ده. اتفضل. انا اول الصراحه اجي المحل زي كده. هات الكوبايه سليمه حضرتك اهي. الكوبايه سليمه مش مخرومه، فين اللي كان جوه؟ شربته. ما شربتش حاجه. انت في التاب كده ليه حضرتك؟ ما انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، كل ما احط كوبايه الاقيها فاضيه. انا مش مجنون يعني. طيب حضرتك طلباتك. طلباتي كوبايه اشربها قبل ريقي. حاضر يا فندم، شكرا، هجيب لحضرتك. اتفضل استريح. ده ايه ده؟ اتفضل استريح. ده مفيش نقطة على الترابيزه ومفيش حاجه وقعت، اتشبطت ازاي؟ طب ممكن يا فندم برتقال بداله لو تكرر؟ لا انا عايز العصير بتاعي عشان خاطرنا، لان خلاص الزباين تعبت واحنا تعبنا. بص انا تعبت كمان من المحل ده، اديني اي حاجه اشربها عشان اتكل على الله امشي. حاضر يا فندم. يلا بقى ارحمني. خدامينك يا فندم. تعال عشان نخلص من الليله دي، لان الراجل ده فعلا وطرني والله. اتفضل حضرتك. انت دلوقتي حضرتك لو تكرمت عشان ما تقعدش تزعق لي. ايوه. حضرتك عشان تغيير شيفت لو تكرمت. ايوه. الحساب حضرتك اتفضل. 85 جنيه. ليه؟ 3 عصير حضرتك. ليه 85 جنيه؟ 3 عصير حضرتك. 3 عصير ايه؟ انا ما شربتش الاتنين اللي فاتوا. ومش هتشرب ده كمان حضرتك. ازاي مش هشرب ده بس؟ أوه. ازاي مش هشرب ده؟ بسم الهاري يا اخي. ما تغلطش. اولا انا عايز اقول ربنا يخللنا يونس الشلبي ويشفيه، لانه الاخ ده فكرني بجزء من يونس الشلبي. الاستاذ طارق سليمان، تعالوا نبص بس. يا استاذ يا مدمزيل، في عندي ليكم مفاجاه كبيره قوي. في معايا صوره ليكم انتوا الاثنين مع بعض وفي مكان لا يمكن تتخيلوه. مع حضرتك يعني؟ اه معايا. متاكده ان الصوره دي بتاعتنا؟ اه حضرتك معايا. انا اسفه جدا، يبدو ان هي مش معايا. سوري. ايه ده؟ بعد اذنك. الف هنا وشيف يا فندم. تعال 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 يا فندم. احمد ايه؟ استنى، ما شربتش الليمون. الليمون طلبناه ولا نوش. طيب يا فندم ده كلام يعقل؟ ده كلام حد يصدقه؟ شوف بقى العفاريت اللي عندك. أنا مش مبسوط بالطريقة دي. طب حضرتك ممكن تجيب لها كوباية؟ لا أنا زعلان من حاجة حضرتك. ازعل عشان حضرتك بتقولي على حسابي. ماشي ازعل. دلوقتي حضرتك بتغلطي فيا أكتر من مرة، أرجوك ما تغلطيش فيا. غلطت فين إن شاء الله؟ أهو الأستاذ عمال. يا عم غلطت فيك فين؟ ليه طارق؟ أنت عايز إيه؟ إيه بقى ليه الأستاذ عمال يتكلم؟ أنت مالك بيه؟ كلمني أنا. كلمني أنا ومالكش دعوة بيه خالص. حضرتك عايز إيه بالظبط مني؟ لما عمال تكلمني بأسلوب مش طبيعي. ما أنا قاعد أقول لك بليز طارق لو سمحت. نعم. الناس كلها شاهدة حضرتك. شاهدة فين؟ شرب الليمون. ان شاء الله. بليز طارق لو سمحت.
بصي حضرتك عايزه اقول لك على حاجه. نعم يا ماما. شايفاكي وانت بتشربي العصير وبتقولي الله وبتستطعمي وتعملي بجد والله؟ ايوه شايفاكي. اللي صاري لو سمحتي مين دي بقى اللي شفتيها بتشرب الليمون وبتعمل حلو دي مين دي بقى؟ انت شايفاكي انت كويس قوي وانت بتشربي العصير. انت شفتي؟ ايوه شايفاكي. على فكره شكلك كده عينيكي عايزه تتخرم عشان تشوفي كويس. نجيب لك كوبايه ليمون على حسابك. لا على حسابك ليه ان شاء الله؟ بالظبط كده. هجيب لك كوبايه ليمون غيرها. حاضر. على حسابي ها؟ حاضر. انا تحت امرك. اتفضل حضرتك. واسف. ماشي. اسف يا استاذ طارق. طب اتفضل. انا اقدم هنا الليمون حضرتك. انا اول مره نشوف الاسلوب ده في المكان ده. اسلوب غير محترم. اذا كان من الانسه ولا من الاستاذ. عماله تلطشي دي وعماله تلطشي. انت مالك اصلا؟ انت مالك؟ انت مالك؟ محترمي المكان. انت مالك؟ انت مالك؟ وفي ايه متبصين؟ لا لا لا. انت راميه ودنك ها؟ راميه ودنك؟ حاجه غير عاديه. بصوا قدامك، بصوا ده وسامه دي بقى العيله مجنونه ولا ايه؟ ما تعرفش. ده ده بيستقبله. انت يا مات. ايوه يا فندم تحت امرك. اهلا يا ملاك. اتأمري حضرتك. ملاك يا اخواتي قدامي. يا رب يكون عجبك. يا رب. لا بجد جامد. استنى دي فين عشان ما تكسرهاش على دماغك. على دماغ مين؟ على دماغك بليز طارق. دي اتشربت ازاي حضرتك؟ تاني مره تتشرب ازاي؟ مين حضرتك شربها؟ مين ايه؟ الله. مين شربها؟ بليز طارق لو سمحت اسكت. انت عارف كويس مين اللي شربها. يعني ايه حضرتك؟ شغل حلمبوحة بتاعكو يعني ده؟ يعني انت تشربي الليمون مرتين وتقولي ان احنا شربناها؟ مسعورة. هقعد حارس جنب الكوباية حضرتك. لا ما تقعدش حارس. يعني اعمل ايه طيب؟ ما تقعدش حارس، تعرف الكوباية بتروح فين؟ لا يبقى في حد شربها مثلا جنبك، حد خدها منك. مين اللي جنبي؟ مفيش حد جنبي. مين اللي جنبها؟ انا يعني ومين اللي هيشربها؟ بليز طارق لو سمحت. يعني يمكن حضرتك انت بليز طارق باين ولا اسم حضرتك ايه؟ يا خفة. انا مش هعرفك. الخفة اللي انت فيها دي في ايه؟ الخفة اللي انت فيها دي. ما انا مش فاهم حاجة حضرتك. اتكلمني كويس. اتفضلي حضرتك. اتكلمني كويس يا فندم. انا تعبان وعيان وعندي انفلونزا وطارق. يا شيخ ما عندك المرارة. اول ما تكسرها على دماغك شرايحك. تكسري ايه؟ تكسرها في الكوباية على دماغك؟ على دماغ مين؟ هو انت تكسر ازاي؟ الله في ايه حضرتك؟ الكوباية كانت مليانة. يعني بتضربيني حضرتك؟ هضربك. في اسلوب بالطريقه دي؟ اسلوب هو كده. اسلوبك اسلوب كده. هو اسلوبي كده عشان اشكالك كده. ايه يعني كوبايه ليمون حضرتك؟ كوبايه ليمون. ايوه ايه يعني كوبايه ليمون؟ حلو كده اتبسطت؟ ايه رايك ليه كده حضرتك؟ احمد ربنا ما دخلهاش في دماغك. بتكسري الكوبايه حضرتك في اسلوب كده؟ هو اسلوبي كده. يعني ايه اسلوبك كده؟ يعني هو اسلوبي كده. يعني ده اسلوبك؟ هكسر عليك دي كمان. لا 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 هوريك اسلوبي بقى انا كمان. عموما انا بشكركم جميعا وباذن الله يا رب يبقى لنا لقاء بكره. شكرا. انزل حضرتك وانا هحاول باذن الله اركنها لك ركنه حلوه. هركنها لك ركنه كويسه. خلي بالك من العربيه. قول يا ريس. ايه يا عم انت طلعت لي منين؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ده ايه ده؟ انت فيك كده في ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يا جماعه والله ما عملت له حاجه، والله العظيم ما جيت جنبه. يا شيخ اتخلي اللي بتحلف بالله العظيم. والله ما جيت جنبه، ده اكيد السايس هو اللي عمل كده. حالي عندكم دم بقى؟ هو كل من عنده عربيه يعمل في الناس كده؟ الناس ايه حضرتك بس؟ وعملت ايه؟ شفتيني بعمل حاجه؟ السايس هو اللي خد العربيه وعمل كده. اسمه ايه حضرتك؟ ما اعرفش اسمه حضرتك السايس، وانا اسال السايس اسمك ايه؟ ده ايه ده؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فيه ايه؟ ايه ده؟ انا شايفك من فوق السطح فوق وانا واقف. شايف ايه بس؟ شايفك وانت جاي ارعن ومسرع ومتهور وبدون اكتراس، ورحت داخل في الواد جايبه على الارض. انت شفتني انا وانا بجيب الواد على الارض؟ شايفك بعيني التنتين دول. والله بوظت هتفزز لك عينيك الاتنين دول. بوظ ايه؟ بتقول ايه؟ مش انت اللي عامل كده؟ والله ما انا يا عم، ده السايس هيغلى يخرب بيته. انت بتقول سايس؟ ايوه السايس هو اللي خد مني المفاتيح. امال انا شايفك ازاي وانت بتخبطه؟ والله العظيم ثلاثة ما خبطته ولا جيت جنبه. انت كده هتاخد ثلاث سنين. يا عم ثلاث سنين ايه؟ ابوس ايدك. دول بيمروا هوا. هوا ايه بس؟ بس انت تقول ان انت عملت العمل. يا عم ننقذ الراجل وهو شاف اللي خبطه اكيد وهو يقول. يا واد تعبان كده. مين يا ابني اللي خبطك؟ قول لهم ابوس ايدك من اللي خبطك. ده انا اللي خبطتك؟ حرام
عليك يا اخي. هنسأله تاني. لا سألوا سألوا الله يبارك لك. مين يا واد اللي خبطك؟ ده انا. ثانية واحدة. أبو نضارة ده. نسيبك ده. مين اللي خبطك يا واد؟ 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 ده. مين اللي خبطك؟ نجم الفقرة دي سلام عبد المحسن. سلام يا سلام، اسم جميل. ما تيجي نبص بس يا سلام. ثانية واحدة. ايه يا عم في ايه يا عم؟ تعالى لي هنا. خير ان شاء الله. تعالى حضرتك. جيت لك في ايه؟ انا واقف على السطح هنا. مين انت الاول؟ انا عبد ودود. مين عبد ودود؟ شايفك فوق وانا ماسك التسكوب بتاع ابن اخويا. يا سلام. لكن جاي ارعن واهون. يا سلام. ورحت خابط الواد. يا سلام كده. ايوه شفت من التسكوب وقفت امر ابن بقى وغايب العربيه وكده يعني. يعني انا حراجبك يعني؟ ليه؟ انا حراجبك ليه؟ طب وما شفتش من التسكوب ليه الساس اللي كان سايق؟ استنى ما افتقش من التسكوب. لا اله الا الله. انت بتعمل معاه ايه؟ دلوقت بنرفع رجله مش مرفوعه، بننزل رجله مش نازله. الله. انا لا. عايز اعرف مين اللي خبطه. بتقول انا السايس. قسما عظما السايس. دلوقتي يا بيه مفيش حد هنا، خلي بالك بيقول الحقيقه. خلي بالك الاول انت نزلت. أيه. اديت الراجل. أيه. المفتاح. الله يفتح عليك. السايس ركب العربيه. الله يفتح عليك. تمام. بعد ما ركب العربيه ساد برعونه. ده السايس. السايس لا مش انا الحمد. قول لهم بقى. طيب بكمل. طيب. وراح ضارب الواد وجعه كده. كويس كويس. الكلام ده يخش مخ مين؟ يخش مخ مين؟ اه دي مش مشكلتي. يخش مخ مين؟ انا راجل بيني وبين ربنا ما خبطتوش، اقسم بالله ما خبطته. بقول لك ايه يا ابني؟ اه يوه. عايز اقول لك احللك الموضوع يا سيدي. ابص ده جالي ساعة بقول لك والواد عمال يجد. حلولي. طب حلولي. هحلولي. طب اهدى بس عشان طيب. الدنيا حر واحنا عرقنا احنا التنتين. انا شايف لك وشك. الله يرضى. بص يا سيدي. اتفضل يا سيدي. الموضوع باختصار. اتفضل. ده عايز قعده عرب وانا معاك. معايا في قعده عرب. وايدك دي لايدك دي هنعملوها دلوقتي. اوكي. تشرب ايه؟ شاي. ها. شاي 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 قهوه. وانت تشرب المقلب ده. قوم يا عبد الله. اها. طح تمثيل ايه؟ بصي انتوا قاعدين جنب بعض. ها محمود وخطيبته. وطبعا انتوا شفتوا اللي انتوا عملتوا. ما تيجي نبص بس. نبص بس. انت يا عم بنت. انت يا حيوان. لا لا لا. طب اطمن عليه بقى. لا لا لا. اطمن عليها شوف. يا ستي اطمن عليه وانا خبطته وانا معاكي. هو يوم اساسا بيه من اول. لا لا لا. مش بتمسوش معايا. ايه ده؟ اطمن عليه. ايه اللي افترى ده؟ افترى ايه؟ ايه افترى ايه؟ انا مش عارف انا في ايه. في ايه يا مسمسيه؟ انت اللي فيه ايه يعني؟ يعني انا ده الوقت بص بالعماره من فوق عليك. ولقيت ايه؟ وانت جاي مسرع ومتهور وارعن. ايوه والله العظيم ابدا. والله لا جاي مسرع ولا غيره. انا جاي بالعربيه وماشي بالراحه على مهلي خالص. لا انت والله العظيم مسرع. لا 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 لا, لا. ده كذاب. يعني لا مش كذاب. بيقول الحقيقه. ايه الحقيقه؟ جيت عايز اركن العربيه هنا وتلاقي السايس بتاع المنطقه بيقول لي انزل. سايس ولابس لبس سايس وماسك ال في هنا سايس يا جماعه. مفيش سايس. انا مش واخد بالي يا عم. والله العظيم يعني انا ما جيت يم ولا خبطت. انا رايي واحد ان مفيش سايس. احنا شفناه. امال مين اللي خد مننا يعني؟ انت حابب تقول كده؟ ايوه انا اللي بقول كده. عايز اقول لك كلمه. الحدايه ما تسجدش كتاكيت. حدايه ايه؟ وقت ايه حدايه؟ احنا في اللي احنا فيه ده. يا
عم الله يخليك. بقول لك ما تتكلم كلام. انا والله ما خبطت. ما تتكلمش خالص. ما انا مش فاهم بتقول ايه. والله ما خبطته. انا كل الحكايه ان انا ركنت العربيه وقلت لك اديتها للسايس، قال لي همسحها واغسلها واعملها، سبتها طلعت لسه على السلم سمعت خط، رحت راجع تاني لقيت دوت مرمي على الارض. اسمه ايه السايس ده؟ ما اعرفش انا اسمه، انا اعرف اسمه بتاع ايه. طب نشوف النصيب بتاع الواد. مالك يا واد؟ يا قلب امك. امه جت. يا قلب امك يا ابني. امه جت. أنا مش أم. يا ستي بس في ايه؟ انا مش أم. امال انت مين؟ تعبان عليا يا ابني. يا كمان يعني هي الحكايه ناقصاكي؟ يعني جايه لامه وجايه برضه تتحكمي فينا. خلاص بس انا قلبها حن على الواد. قلبها حن ايه وزفتها هي ناقصاها الحكايه؟ انا انت بتزعجيلها ليه؟ يا حاج هي مش بتزعق. معلش ست صعب عليها. انا هحكي لك. استناني انت استناني انت بقى. انت بتزعق ليه في الست؟ ايه اللي بزعق ليه؟ هي الحكايه ناقصاها يا قلب امه ومش قلب امه. يعني انت خليها بس بالراحه. انت خليك معايا انا. معلش انا بقول لك انا معلش انا حقك على راسي انا من فوق. نفهمه. انا غلطان لك بس انا والله واقسم لك بالله العظيم انا اللي خبطه. الراجل ده يا ده المصيبه يا عم. طيب نطمن عليه. انا عايز اعرف حاجه. خليكم كل شويه تقعدوا تلمسوه. طب الراجل كده هيموت مننا. لا حضرتك دلوك بلاش. كل شويه هو بيتألم تعبان. طب احنا نشيله يعني كام واحد واقف؟ 1 2 3 4 لو كل واحد. يعني انا عايز واحد بس يشيله معايا في العربيه وخلاص. وبعدين تمشي بالعربيه وكده. يا سيدي تعالى معايا اركب معايا عشان تطمن. اطمن على ايه؟ اركب معايا تطمن لغايه انا هوديه المستشفى والمستشفى. انا فاكر انا زعلان منك لان كلامك مش كويس. ايه اللي كلام مش كويس؟ يعني انت عمال تتهمني بحاجات احنا ما عملناهاش وانت كلام مش كويس. انا مش ده اللي هممني. اللي هممني انك زعقت للوليه. زعق الوليه ليه؟ احنا نتاسف للوليه وحقها. احنا نبص يعني راس الوليه بس نشوف الراجل ده. ممكن حضرتك تشيل معايا؟ بقول لحضرتك ايه، محدش يقدر يمد ايده الا بامر انا عبودود. يا عم انا عارف مين عبودود اللي انت عمال عبودود. مين انت يعني؟ مين انا؟ ايوه مين انت؟ ما انتش عارفه وانت جاي. لا مش عارفه مين انت بقى. عرفني مين. يا سيدي انا خلاص، انا يعني انا زهقت، انا عايز اخلص من الحوار ده كله. ممكن تشيله معايا واروح بيه المستشفى ولا لا؟ والله ممل. بتمد يدك عليا يا عم. مش بتمد ايديها انت. خلص. هتشيل معايا ولا مش هتشيل؟ بتمد يدك عليا يا سيدي. كلمني انا. هتعمل ايه يعني؟ خلاص بقى انت. انا زهقت. مين اللي ضربك يا واد انت؟ انت ده يا عم. انا ايه بس لا يعني انت يا عم راقد وبرده بتقول ده. ابعد عنه بس. هو بيسالك ده ولا ايه؟ انت بتفتروا عليه. مين اللي ضربك يا واد ده؟ انا اللي ضربتك برده. مين اللي ضربك يا واد ده؟ 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 عموما نتمنى من ربنا ان احنا نتقابل بكره باذن الله. نصيحة إلى كل سيدة، لما تروحي للكوافير بلاش تقعدي تحكي كتير. لا جوزي بيشتغل إيه، ولا عندي عزبة فين، ولا هو قريب مين. من ده خدنا معلومات وتم المراد. ونجم الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي الأستاذة أسماء. بيحبك من قلبه. سالم البهنشاوي. سالم البهنشاوي. ايوه بيحبك. ده انا فهماه وعجناه وخبزاه. سالم البهنشاوي مين حضرتك اللي بتتكلمي؟ انا لما اقول لك على حاجه تبقي فاهمه، ما تبقيش مش طول عمرك عبيطه كده. سالم البهنشاوي مين حضرتك اللي بتتكلمي عنه؟ اوعي لما اقول لك اوعي يبقى اوعي. فهمي. ردي عليا انت. سالم البهنشاوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايوه. برافو عليكي. ما ترديش على حد. يا ست خلصيني ودي عليا. اوعي. اوعي ايه؟ اوعي بقولك. سالم البهنشاوي مين اللي بتتكلم عنه؟ مش هرد عليك. برافو عليك يا حبيبتي. يا ست قولي لي وخلصيني. هقولك على ايه؟ سالم البهنشاوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايه ده؟ بيشتغل فين طيب؟ ممكن تعلي صوتك شويه؟ بيشتغل فين؟ مش سامعاكي. بيشتغل فين؟ عايزه ايه؟ بيشتغل ايه؟ مش سامعاكي. بيشتغل ايه سالم البهنشاوي؟ طيب انا دلوقتي بسالك انت مالك ومال الكابتن؟ انا بكلمك انا دلوقتي. ما انا مع حضرتك. نعم. طيب بيشتغل ايه؟ ما انا معاكي. نعم. يا ستي سيبك من الكابتن دلوقتي. انا الحته التحتانيه دي. ايوه يا ستي انت نعم خليكي معايا. بيشتغل ايه سالم البهنشاوي؟ بيشتغل ايه؟ اه يعني لو قلت لك بيشتغل ايه هتهبطي؟
اهبط؟ ايوه اهبط، بس قولي لي. طيب ممكن تهبطي الاول؟ ايه اهبط دي، ما انا عايزك تهدي يعني. طب قولي لي وخلصيني بس، بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر عربيات. فاتح فين؟ بص حضرتك بقى. لا 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 بنتي، انسانه مستفزه بجد. يا ست كلميني، هو انت كل شويه انت لسه هتشوفيها؟ انت كل شويه موا موا موا، ايه ده؟ في ايه؟ انت ما قلتليش هو بيشتغل فين؟ فين ايه يعني؟ بيشتغل فين سالم؟ بيشتغل فين؟ ايوه. وانت فاتحه لي محضر ولا ايه؟ انا عايزه افهم بس، هو بيشتغل فين؟ هو بيشتغل في مدينه نصر. في مدينه نصر؟ ايوه في مدينه نصر. طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ نعم؟ ممكن تقولي لي شكله ايه؟ ايه ده في ايه؟ انا مش فاهم ايه؟ انا عايزه اعرف هو شكله ايه؟ يا بنتي في ايه؟ ايه المصيبه دي؟ طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ شكله ايه؟ اه طويل، شعره اصفر وبشنب اصفر. ايه رايك بقى؟ ما هو كم اسود ده جوزي. جوزك؟ ايوه جوزي. جوزك انت؟ ايوه جوزي اللي بتتكلموا عنه ده. يعني انت اسمك؟ وكمان عارفين اسمي؟ ايوه. هو مخبيك علشان تشكل المراب بالظبط. هو مخبيك عشان انا طاب. يا هدايات يا زباله يا بيئه. هدايات ايه؟ انا ايه ده؟ بتكلم. ايه ده؟ ايه ده؟ وانت يا حيزبون انت في بيتك. ايه ده؟ ايه ده؟ اما بقى الاستاذة سامية دي ملهاش حل، وهي دلوقتي هتشوف بنفسها. بيحبك والله يا تيتا، انت اللي ظلموه. انت كدابة، وانا حاسة بكل حاجة. محمد علي علي بيحبني انا؟ يا مدام ممكن اسألك سؤال؟ مين محمد علي علي علي؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ جاوبيني ورد عليا، انا بسال حضرتك. مش سامعاك حضرتك. انا بسال حضرتك مين محمد علي علي؟ انت بتزعقيلي كده ليه؟ ما تزعقيليش عشان تسمعي. اوعي. اوعى من ايه؟ اوعي لما اقول لك. يعني اقول اعمل ايه؟ طب وحضرتك هو بيشتغل ايه؟ لو قلت لك هتتبطي وتتحطي وتسكتي. يعني ايه اتبط؟ انا وانت بتسأليني ليه؟ بسالك عايز اعرف. عايزه ايه حضرتك؟ عايز اعرف محمد علي علي بيشتغل ايه؟ كابتن مش يا مدام انا بكلمك، عيب واحده في سني بتعمل كده. مين بحلاقي لي كده ليه؟ بصالي بعصبه كده ليه؟ عايز اعرف هو شغال ايه؟ شغال حلواني ومتجوز البنت دي كمان. متجوز الجربوعه دي؟ ده جوزي انا. جوزك انت؟ ايوه جوزي انا. دي جربوعه. انا خلت قصاده النهارده. يا اختي يا حلوه يا حبيبه تيتا يا غاليه. ايوه يا محمد، عايزاك حالا دلوقتي في الكوافير عشان فين سيبه. سيب شغلك وتعالى. ازيك يا طنط دوده؟ طنط دوده؟ طنط دوده يا محمد يا علي يا علي؟ اهو محمد علي علي. طلع دي. طلع مين؟ ده مش جوزي. مش مين؟ مش جوزي. نجم الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي الأستاذة نهى أحمد. طول عمرك خايبة. بحب هاني، بحب هاني، بحب هاني. يا فرحتك بهاني، دخل علينا خالك فاضي طول المده وانت راضيه بس تقولي هو ده كل حاجه في حياتي. بحب قوي يا تيتا دوده. تيتا دوده بيضحك عليكي بانه يبوس ايدك. هو خالك؟ هو ده. هو غيرك؟ هو ده. ده كل ده غلط يا ماما. انت ظلمه يا تيتا، ظلمه يا تيتا دوده. هاني عبد الموجود؟ هاني عبد الموجود؟ وانا مش فاهماه؟ ده انا فاهماه وحافظاه وخارجاه. انا فاهمه كل حاجه عنه. لو سمحت كابتن. لو سمحت. نعم. اعملي له نوتة. لو سمحت خليه على التاني. لو سمحت مين هنا عبد الموجود؟ اسالي ده توت. يا اختي جميله، يا اختي، يا اختي ربنا يعلم. لو سمحت انا بسالك على مين هاني عبد الموجود. ايه ده؟ هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه. مش سامعاك. هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه دلوقتي. معلش انا بتاسف لك لان ودي الشمال فيها تحلم. في ايه؟ عشان انا كنت سباحة فكنت بعمل. ماليش دعوة بالحوار اللي انت بتقوليه ده، انا عايز اعرف مين هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه. مين هاني عبد الموجود؟ اسالي تيتا دوده. انت ما فيش خالص يا اختي. يا حبيبتي ايه اللي بتعملوه ده يا حبيبتي؟ ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ تربيتي. لو سمحت ما تنرفزينيش اكتر من كده. قولي لي مين هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ اه بيشتغل ايه؟ بيشتغل بتاع موبايلات وفي السيدة زينب. كل حاجة باينة دلوقتي. بيبيع ايه؟ بيبيع موبايلات. فين؟ وفي السيدة زينب؟ ايوه كان بيديني رنات الاول. شكله ايه؟ شكله ايه؟ بيديني رنات. اخلصي شكله ايه؟ شكله ايه؟ اه شكله ايه؟ طويل وسمارة وعينيه ملونة. اللي بتتكلمي عنه ده جوزي. جوز مين؟ جوزي انا. عايز انا اتجنن؟ هاني عم موجود جوزك؟ اه جوزي.
الموبايلات؟ اه بتاع الموبايلات. شفتي متجوز دي؟ شفتي يا خايبه؟ خايبه تقولي لي انت ايه دلوقتي؟ متجوز دي؟ متجوز عليكي اهو. متجوز عليا؟ مين دي اصلا؟ انتوا بتتكلموا على جوزي. جوزي انت جننتي؟ هاني؟ اه هاني جوزي. هاني عبد المجيد؟ اه جوزي. اتفضلي يا ست اتجوزك من هنا. انت بتتكلم انت ما تجيش ورايا خالص، ما بتتكلميش. اتجوزك امتى؟ ردي عليا. بقالها سنتين. مالكيش دعوه انت. بصي اسكتي بقى، اسكتي بقى. ردي عليا. بعيد شويه. اتجوزك امتى؟ ردي عليا. بقاله سنتين. بقاله ايه؟ سنتين. سنتين؟ ايه سنتين ايه؟ انتوا كملتوا؟ انتوا ازاي تتجوزوا جوزي ازاي؟ يا رب يبقى لنا لقاء بكره. شكرا. ساعدني بس بالكرسي ده على العربي. نعم. ساعدني لو سمحت بالكرسي ده على العربي. حاضر. ايه ده؟ في ايه يا ست انت؟ نعم. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ شايل كرسي. شايل ايه؟ شايل كرسي وعلى ست جات له فيها حطوله في العربية. يبقى انت كده انت حرام. حرام ايه يا ست انت؟ انت ما عرفش هتكلم مين ولا ايه؟ دي حاجة يا طنط دودة. يا اياب الراجل ده مسكته وماسك الكرسي وبيعبي العربية عزال وماشي بالعربية. وعلى ست؟ مالها؟ كانت واقفة جنب العربية وقالت لو سمحت شيل الكرسي وحطه في العربية. لا اذا كنت عايز تتكلم اتكلم قدام كابتن ايهاب. كابتن ايهاب اه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحد يا ست. كابتن ايهاب خلي بالك وركز معاه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحد يا ست وليه كبيره. كابتن ايهاب خلي بالك مش عايزك تفوت ولا كلمه. احكي بقى. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحد يا ست. ايهاب خلي هو بالك. كل شويه يشيت فيت فيت. ايه ده؟ خليني اكلمه اعرف اكلمه. ايه ده بتقولي حضرتك؟ ما انا كل ما اكلمه تشغليه مش هيسمعني انا. أنا مش سامعك عشان أنا ودني الشمال دي فيها تحلم. في إيه؟ كمل للكابتن لو تكرم. يا كابتن أنا معدي في الشارع. إيهاب خليك بقى مركز. لسه هتقول لي الشارع. يا كابتن أنا معدي. أيوة. فلقيت الوليدة دي نادت عليا. قالت لو سمحت. مين دي اللي نادت؟ واحدة ست. واحدة إيه؟ واحدة ست. نادت عليا. كمل للكابتن. واحدة ست نادت عليا قالت لو سمحت يا ابني. هتركز ولا لأ؟ ده لسه هتقول لكابتن إيهاب كابتن إيهاب أنا وراي مصالح. طب أنت مش حضرتك دلوقتي جايب عربية. وفيها السواق قاعد اهو. يا ست انا ما دبش عربيات. امال السواق ده بيعمل ايه؟ انا مش عرفنا انا ما تساليه يقول له بتعمل ايه؟ مش في سواق في العربيه. خلصنا من الشغلانه دي. انا ما اتفقتش معاك ولا شفتكش. مش قلت لي 120 جنيه عشان 120 و130 ايه يا عم انت؟ يلا يا عم الحاج خلص. يا عم انا ما شفتكش. ولا اقول لك العبش ده بره. ما تقوميه انا مالي بيه. يا كابتن ايهاب. مش عايزك تنفعل يا كابتن ايهاب عشان انا معدي في الشارع. أيوة. واحده ست جات لي لو سمحت يا ابني شيل الكرسي ده حطه فوق العربيه. ايه ده اللي حصل تاني؟ انا معدي في الشارع. انت معدي في الشارع؟ اه. وبعدين؟ ويا ريتني ما عديت. وريتك مين؟ ما عديتش. ممكن انا اكلم ايهاب بتاعك ده وايهاب بتاعك يزعج لك عشان الصوت اتقفل. ايه ده في ايه يا ماما؟ ابني حبيبي بوس ايدي يا ولد. حبيبي ده ابني ده. اهلا وسهلا. احكي لفؤاد حضرتك. يا استاذ فؤاد انا معدي في الشارع. واحد كابتن فؤاد تركيز. ها معدي في الشارع وقالت لي لو سمحت شيل الكرسي وحطه فوق العربيه. ركز يا فؤاد. مركز فؤاد بس استنى عليه. انت مركز فين يا زي؟ بقالنا 3 ساعات مستنيينك. ازال ايه يا جدع انت؟ ازال ده مش مستنيينك. احنا في بقالنا في البيت. مستنيني في ايه؟ مش متفق معانا انت؟ انا اتفقت معاك يا جدع. ايوه متفق معاك في بيتك. ايه ده؟ يعني انت متفق تبيع الازال بتاعي؟ يا ست ازال الله يخرب بيتكم وبيت ازالكم وبيت ايامكم والمجندله. محمد السيد شخصية هطول ليه؟ ما تيجي نبص بس. ساعدني بس بالكرسي ده على العربية لو سمحت. ماشي حاضر. من عين ايه ده؟ ايه في حاجة؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه في؟ انت ايه؟ واخد الكرسي ورايح على فين؟ موخدش ده. انا واحده ست كانت واقفه دلوقتي هنا وبتقول ساعدني لو سمحت حط على العربيه. قالت لك ايه؟ قالت لي لو سمحت حط الكرسي ده على العربيه ساعدني. وانا انا اللي خدته. ادي الكرسي اهو.
بس الحرام بشلته حضرتك. شلته فين؟ مش انت كنت شايل الكرسي دلوقتي؟ وانا ايه مشكلتي؟ يعني اعمل حاجه لوجه الله تطلع عليا بلا؟ الكرسي ده بتاعنا. ايه يا طنط دود؟ الراجل ده اتفضل. ايه دود؟ الراجل ده فجأة انا اسمي دود. انت اسمك دود؟ انا مستغرب ليه؟ انا يا ست بقول لك واحدة واقفة هنا بتقول لي هات الكرسي لو سمحت ساعدني. أذنب؟ قالت لك ايه؟ قالت لي لو سمحت هات الكرسي ده ساعدني حطه على العربية. طيب. ايه اللي أذنبت فيه؟ ممكن حضرتك لو تكرمت بدون زعل تحكي كده للكابتن؟ يا كابتن ايوه احكي دلوقتي. واحدة ست كانت واقفة هنا. كابتن ركز معايا عشان كل كلمة من الكلام ده هيبقى معروفين. دلوقتي ما تكون واحدة ست كبيرة بتقول لك لو سمحت. ركز معايا كابتن. ايه بس 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 ايه شغلانتكم عاد؟ في ايه حضرتك؟ في ايه حمام؟ ايه هو اللي فيه؟ كل ما دي نكلم اروح كيلو تقول لي بس ايه؟ ايه فيه؟ العزال بتاع دودة. ايه دودة دي؟ يا عم انت منهارك ده يا عم الحاج. ايه في يا جدع؟ يلا يا عم شيل حبشك ولا هتدينا 120 جنيه. حبش يلا يخرب بيت سنينك السود. انت معطلنا بقالك ساعتين. ايه اللي معطلك هتتبلوا عليه ولا ايه؟ انت مش متفق معايا ان انا اشيل لك الحبش ب 120 جنيه؟ 120 عفريت لما يركبوه. انت عارف العزال ده كل ذكريات بالنسبه لي. الكرسي ده اللي انت كنت شايله ده بتاع المرحوم جوزي الله يرحمه ويسامحه. كان يقول لي تعالي نقعد على الطبليه واعملي لي ملوخيه. اعمل له ملوخيه واحط له طبق صيني كبير قد كده مليان ملوخيه. يروح ماسك الرغيف كبير كده قطع نصين عامله ودنه قطه واكل الطبق على معلقتين طك طك ودنه قطه الاثنين. وروح ماسك الطبق وروح ضاربني في وشي بيه. كان بيحبيني حب. الله يرحمه ويسامحه. انا وراي 100 شغله غيرك. طب احكي له احكي له. يا استاذ ايهاب يا ما تكون واحده واقفه وتقول لك لو سمحت شيل عني هاتك. ايه بس بس دي؟ ممكن اعرف يا كابتن ايه اللي عايز تعرفيه؟ ايه حكايه الست الواقفه دي؟ شكلها ايه يعني؟ واحده تخينه عامله زي الصومعه. عم تقول لي هات لو سمحت ما نساعدهاش لوجه الله. عامله زي الصومعه مين؟ صومعه احدانا ببلدنا عم يقولوا على الصومعه صومعه. هتعزلي زعلانه ليه؟ فؤاد شفت يا فؤاد المصيبه يا فؤاد؟ ايوه انت هتعزلي حد زعلك؟ اعزل ايه؟ اصل انا واقف في البلكونه بقالي ساعتين وشفت الراجل ده عمال بيحاول في العفش. ليه؟ ايه ده؟ هم سرقوا العفش بتاعنا. سرقوا؟ انا سرقت عفش منكم؟ السواق يقولك ده وانت تقولك ده؟ هو ايه حكايتكم معاي؟ الله مش ده اللي شافوه الناس؟ مش هم بيقولوا الحقيقه؟ شافوا ايه اللي شافوه؟ شافوا الحقيقه وبيقولوها. حقيقتي يا ضلاليه يا حوش. طب هقول لك على حاجه عشان اخلصك الموضوع ده بعد اذنك. احكي الحكايه لفؤاد. احكي لفؤاد. نحكي له عن استاذ فؤاد تاني. طب يا استاذ فؤاد. فؤاد ده مهم قوي. مهم قوي. يا استاذ فؤاد دلوقتي ما تكون واحده واقفه. فؤاد. لا اله الا الله. مركز معايا قوي لانه بينط في الكلام. انا مركز معاه من ساعتين ما تقلقش. يا استاذ فؤاد يا ما تكون واحده واقفه دلوقتي. وتقول يقطع بس وابو بس كل شويه بس بس لبخت دماغ ابوي. كباتن هبط. ايه فيه؟ في ايه؟ يا نهار اسود وانت راجل ولا مرة؟ ما تيجي نبص بس نبص بس على الاستاذ شريف عمل ايه؟ ممكن لو سمحت بس تجيب لي الكرسي بس هنا على العربية. لو سمحت تنقل لي الكرسي هنا على العربية. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ يلا ايه ده؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربية. بتشيل ايه؟ بشيل الكرسي احطه على العربية. مين اللي عزلك تشيل حاجتي؟ واحدة ست كانت واقفة هنا دلوقتي. فين هي دي؟ معرفش كانت واقفة جنب العربية دلوقتي. كانت واقفة فين؟ عند العربية هنا دلوقتي. وازاي انت تسمح لنفسك تشيل حاجتي كده من غير اذني؟ حاجتك مين يا ماما؟ انا يا دودة. انا كان في واحده واقفه هنا دلوقتي وبتقول لي لو سمحت شيل الكرسي بس ايدك معايا تشيل الكرسي وحطه على العربيه. واحده عرفتك كده؟ اه. انت دلوقتي في ايدك تهمه. أه. انت سارق العجال بتاعي. ادي اهو. ايه ده؟ اعمل له ايه يعني؟ مش فاهمه. في ايه؟ انت ببساطه كده تاخد الحاجه بتاعت الناس؟ انا ما خدتش حاجه حد. انا معدي كده اهوت واحده قالت لي لو سمحت. انت ايه؟ معدي كده. ايه ده؟ مش سامعاك. انا معدي كده اهوت واحده قالت لي لو سمحت حط الكرسي على تعالى حط الكرسي على العربيه. ممكن ممكن تعالي صوتك عشان انا ودني الشمال دي فيها طحلب. انا معدي من شويه. ايوه واحده قالت لي لو سمحت
ايوه تعالى احط نقول الكرسي ده نحطه على العربيه. هي ايه اللي قالت لي كده؟ اوعى اوعى يا ست انت اوعى. دي بتاعت الولد ده بياخد الحجاب بتاعي وبيحطه على العربيه. انا دلوقتي واحده معديه من هنا اهوت معدي انا من هنا اهو وقالت لي لو سمحت حط الكرسي على العربيه هنا. ركز معاه وهو بيحكي كل كلمه كل كلمه عشان تعرف ايه اللي حصل. انا معدي واحد ركز معايا بقولك يا ست لو سمحتي خلينا اتكلم معاه تبقى واضحه وتبقى فاهم انت ما تبقاش واقف كده بس. انا واحد انا وانا معدي دلوقتي واحده قالت لي لو سمحت شيل الكرسي تعالى انا اقول لك الكرسي حطه على العربيه. ايه خلي بالك من كلامي كله مش عايزه كلمه تفوت. ايوه قالت لي احط الكرسي على العربيه. كابتن انت عاوز انت مش تخلينا نتكلم يعني ولا ايه؟ عايز ايه؟ ما تخلينا اتكلم معاه. مش سامعاك. خلينا اتكلم معاه. مش سامع يا حبيبي. هو عاوز يفهم فيه ايه يعني؟ لما تحكي احكي له بالظبط، عايزك تحكي له بالظبط. طب لو سمحت استني عشان انا احكي له بالظبط. وانت ركز يا كابتن ركز في الحكايه بالظبط، اتفضل. انا جاي معدي. كابتن ما تعملش كده وانت مش فاهم. وبعدين بقى في يومك الابيض كل كلمه تسمعها تفهمها. انت هتخليني اتكلم ولا اخد بعض وامشي؟ تمشي فين؟ همشي. وبسهوله كده؟ هتلخبط وتمشي؟ طب لو سمحت خلينا اتكلم معاه. لو مين؟ لو سمحتي خلينا اتكلم معاه. اتفضل حضرتك اهلا وسهلا. انا معدي من شويه في دوت، واحده قالت لي لو سمحت. قال لي صوتك عشان اسمعك. واحده قالت لي لو سمحت تعالى. انا عايز اسمعك انا كمان. انت بتقول ايه؟ هو انا اكلمك ولا اكلمه هو؟ بس برضه انا اسمع. انا عايز اسمع. اما انت سمعتي. الله يرحمك يا جوزي. الله يرحمك يا حبيبي. مش عارف انت بتعيطي ليه يعني؟ ليا ذكريات على كل كرسي من دول. انا جوزي كان يقعد على الكرسي ده ساعه العصاري ويقول لي اعملي لي كوبايه ليمونه، اعملي كوبايه ليمونه بنين اشربها، وروح ضربني بكوبايه في وشي. كان يعزني معزه، كان يحبني حب. هو كده كان بيعزك يعني؟ نعم. كان بيعزك يعني؟ ايوه. عايزك تحكي الصدق بالحرف الواحد. طب ما انا حكيته وهو سمعه. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه اللي انا معدي من شويه. أيوه. واحده ست شاورت لي. كابتن هتركز ولا ايه؟ ايوه انت مش مركز؟ هو مركز. اتفضل. طب لو سمحت اتكلم معاه. اتفضل. انا جاي معدي. اخ يا ست انت خنقتيني. من ايه؟ انت خنقتيني. انت بتغلط فيا ليه يا ابني؟ انا هغلط فيك ايه؟ ما انت هتلبسيني جريمه على الصبح ولا ايه؟ انت عارف الكرسي ده اللي كان بيقعد عليه محروقه بالكرسي واللي جاب الكرسي يا شيخ؟ مين اللي اتحرق؟ اليوم الاسود اللي عدينا لك فيه في الشارع. مات. ايه يا عمي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه فؤاد؟ هتعزلي ليه؟ اعزل؟ الله. انا اقدر اسيب البيت اللي فيه ذكرياتي. انا شايفك بعيني وانت بتلم العفش وتحطه على العربيه. انا هتقول لي شايفك بعينك اخرم لك عينك دي يا اخي ولا ايه؟ انا شايفك برضه وانت بتشيل الكرسي. يا ست انت ست كبيره وانا مش عارف اعمل معاكي حاجه. ايه ده؟ انتوا بقى مع الصبح. اه يا عم انت هو. وبكده نقول يا رب نتقابل بكره. شكرا ليكم. انا عايز استاذنكم في حاجه. انت واقف كده لا بيك ولا عليك وفجاه تلقى نفسك في حته ورطه لا يمكن تتخيلها. الاخ محمد عبد الجواد اهو. شكرا. استاذنكم بقى نبص بس بس في حاجه. علوان 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 مين؟ علوان الغالي. الغالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ ابوسك في دماغك. تبوس مين؟ ابوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ دوبتنا ودوبتنا لف عليه. علينا فين؟ ابوس دماغك. علينا فين؟ ابوس دماغك. انت جيت مصر اتنكرت لنا خالص. انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك؟ ام مين حبيبي؟ علوان. ام مين؟ علوان ولد. ام مين؟ ولد. بتزقش امك كده ايه؟ بتزقهاش ايه؟ طب بشرة الحلوة دي القمر اللي انت خطبتها؟ طبعا عمري ما شفتها. دي بشرة. بشرة مين دي؟
بشرى الجمر اللي انت كنت تقول احب هموت فيها يا عم. بشرى نفسيها انا ما اعرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. تعرفش خالك عبد ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفكوا ولا اعرفها؟ انا اعرفها. تعرف مين؟ ما اعرفكوش. ما تعرفش بشرى؟ بشرة مين وامي مين وخالي مين؟ يا غالي يا جم... يا جمر انت. جمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبة عمري. هي دي؟ دي؟ انا ما اعرفهاش دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. ايه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه. اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت هناك. لا. امال في البيت تهون؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حتة؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن من ماكو اللي مربيني. انت عندك كم سنة يا علوان؟ عندي 18 سنة. بالظبط يا علوان. ايه بالظبط ايه؟ بالظبط يا ولدي. بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمة دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين، بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس عايزة منك ايه يا علوان؟ علوان مين انت التاني؟ والله ايه ده انا محمد. انت معاهم ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا. ادي راجل ماشي اهو. جالي قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله. اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ جمال حبيبي واحد. يا لهوي يا ولد حبيبي. يا حاج ابو دماغك بعيد انا ما اعرفكوش. طب استني يا اختي. قلبي بيستخدم عليك يا ولد. ما تزقش اختي، ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعج ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجايين تتبلى عليا. اخس يا علوان. اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب علوان مين؟ خلي رشوان يبوسك. بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ ايه ده؟ قريبك. ايه ده؟ خلاص يا رشوان. خلاص يا رشوان. خلاص. انت مش عاجبك حد خالص من قريبك؟ انتوا في ايه يا جدعان؟ طيب مهران يبوسك. مهران مين؟ الساو. خلاص خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. ما تضايقوش. انا هقول لك على حاجه. انت واد كويس وطيب وابن ناس. احنا عيلتك واهلك وناسك. ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. صعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟ هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اها هوريهولك. اها هو ده السلاح هو ده السلاح. اي عايز استأذنكم في حاجة. عايزكم تشوفوا محمد عيسى عمل معانا ايه والرعب اللي رعبهولنا واللي هو كان فيه عشان ايه. حاجة خايبة قوي. اتفضل محمد عيسى اهو. واستأذنكم نبص بس معلش يا زمانها جايه يعني والاتوبيس طريق زحمه ولا حاجه. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ دقيقه واحده بس عايزاك اتكلم. انا بشرى. فكرني عنوان. ازيك يا علوان؟ علوان ايه يا عم؟ ازيك يا علوان؟ لا انا مش علوان. وحشتني يا علوان. علوان ايه يا عم الحاج؟ وحشتني يا علوان. ده اسمه محمد. انا مش علوان يا عم. اسمه ايه؟ محمد. اسمه مين؟ اسمه محمد عيسى.
انا عبودود. عبودود مين؟ حضرتك عايزه تعرفي انا اسمي بالكامل؟ لا انت حضرتك عايز مين؟ انا عايز علوان. انا مش علوان والله. محمد والله العظيم. مع علوان انا خالك. ده اسمه محمد. انا خالك يا علوان. انا محمد يا عم. عايز مين؟ عايز هربت بالبلد يا علوان. هرب هرب مين؟ تجيب له مصيبه. انا عايز علوان. ده علوان. ده اسمه محمد عيسى. محمد عيسى ده جوزي. اه اسمه محمد عيسى. لا انت غيرت اسمك يا علوان. لا يا حمد محمد عيسى مش علوان والله العظيم. ثانيه واحده. اتفضل. اختي اهي. ايوه اللي هي امك اهي. امه ولدي. امه ولدي. امه ولدي. يا ستي يا امي. يا حبيبي يا امي. فين يا حاجه؟ فين امي يا ستي؟ حرام عليكي. استنى بس يا حاج. سيبيها. استنى بس. سيبيها تبوسي. امك ماتت بقالها قد ايه؟ ماتت بقالها سنه. حماتي ماتت. باقي في حياتكم والله ما اعرف. حياتك كفايه. تبقى تعزينا دلوقتي يا سيدي. انا مش على عازه ولا على البتاع. انت عايز مين يا اخي؟ انا دلوقتي عايز علوان. ده مش علوان. ده بقول لك اسمه محمد عيسى. ده علوان. ده محمد عيسى. ايش عرفني ان محمد عيسى؟ انت مالك ومالنا في ايه؟ ايش عرفنا؟ طلع له البطاقه. الست دي بتسحب الدموع. بوسيه ولد حبيبي. بوسيه يا امي. يا ستي والله ما عرفت. يا حاج يا ستي ده انا من دورك. استنى بس يا محمد. ازاي امي وانت من دوري؟ استنى يا محمد لما اشوف الموضوع. اتجوزت وهي صغيره. دي اتجوزت عندها 8 سنين. 8 سنين. اديني ورقه نعرف انت مين. طلع البطاقه يا اخويا. ايوه ورقه. طلع لهم البطاقه يعني. بطاقتك ما بنعرفوش نقراه. تعرفش؟ هخليها معايا 5 دقايق. لا يا اخوي. حد يكون بيعرف يقرا. اراهنك البطاقه يا عم الحاج. اراهنك ان انت البطاقة. ان انت اسمك علوان. والله ما علوان. والله العظيم ما علوان. انت هربت من البلد ليه؟ انت هتجيب له مصيبه يا حاج. هربت ليه؟ والله ما هربت ولا اعرف البلد اللي بتقول عليها دي خالص. كنت عندنا في البلد. بلد ايه ده؟ اسمه محمد عيسى يا اخوي. محمد عيسى. ايوه يعني انا غلطان. وحضرتك واسمه في البطاقه. علوان. علوان مين يا اخويا؟ وانت عامل صحيتك مين ده؟ ده علوان يا عم. تجيب لنا مصيبه في ايه يا حاج؟ اذا كنت هربت من البلد عشان نصيبه. تجيب لنا مصيبه هنخلصها لك. انا ما رحتش البلد بتاعكوا دي خالص. ما رحتش البلد خالص. ما عرفتش بلدك دي فين حته. طب بنتك الغلبانه تترمي في الشارع. انا ماليش بنات وما بخلفش. تعالى يا بشر. اهه بنتك بشر. انتوا مين؟ احنا نخلص من امه وتطلع لنا بشرة. مالها بشرة؟ يعني نرميها في الشارع؟ ما ترميها ولا تولع ولا تروح في مصيبه. مش دي. انتوا عايزين ايه؟ مش ده ابوكي. بوي امال ايه يا ابني انت؟ عم انت ابوك منين؟ ده انا ما بخلفش. يا عم ما بنخلفش بقالنا 30 سنه متجوزين. تقول لي لمكوا علينا. انتوا في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ في ايه يا عم الحاج؟ تعالى شوف. احضر. تعالى يا اخويا شوف الموضوع. ايه ايه مين الناس دي يا عم علوان؟ علوان انت راجل. علوان مين يا اخويا؟ ده جاب مصيبه. جاب مصيبه. طب انا روح يا عم. انا الحق عليا. خلاص عايز اقول لك يا عم ادينا البطاقه. مفيش سر. قول اللي انت عاوز تقوله علني. عايز اقول لك سر. مفيش سر. اتفضل. سامعك. عايزك تيجي معايا البلد بس تستلم مني السلاح اللي في جيبي دلو. دي الليله السودا دي. دي البطاقه وخلصنا يا عم. انتوا خايفين ليه يا عم؟ دي البطاقه وخلصنا. دي الليله السودا. ده موضوع سهل خالص. سهل ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما تخافوش. في ايه طيب؟ في ايه؟ انا اوريكوا كل شيء. تورينا ايه طيب؟ دورة. دورة ايه ده؟ الله يخرب بيت الليله السودا. دورة. ايوه جايب هنا عشان دورة. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. على فكره اوعى تفتكر نفسك انك جامد قوي. انا اتزحلقت عشان تبقى فاهم. اه من الاخر. اما دلوقتي اللي كان المقلب وعمل عمايل غريبه الاستاذ امير وجد. علوان. 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 ازيك يا غالي؟ علوان مين؟ ازيك يا علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ الله 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 الله. ازيك يا حبيبي؟ الله الله الله. في ايه يا عم؟ ازيك يا غالي؟ غالي مين؟ يا عم 3 سنين ندور عليك. ويقصد مين؟ انت يا عم. انت انا مين يا عم؟ ايه علوان؟ علوان مين يابا؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبي؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف علوان بتاعك. وحشتني يا علوان. وحشتني يا غالي. برضك علوان يا عم. علوان مين؟ انا ما اسميش علوان. انا ما اسميش علوان. انا خالك عبودود. مين؟ خالك عبودود. ولا اعرفك.
وهم كهي وعلوان ولد. لا يا يا سبتي ما عرفكيش يا عم. ما تقول لها حاجه. علوان ولد ما عرفهاش يا عم. ما تعرفش دي؟ لا ما عرفهاش. ما تعرفش ان شلتك 9 اشهر في بطنها يا ولد؟ مين دي يا ولد؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده. ولا اعرفها. لا تعرف امك ولا تعرفني انا. امي؟ انا عبد ودود يا ولد. يا عم مش امي دي يا عم. دي مش امك؟ اه. طب دي مين؟ مالها دي؟ اوقف يا عادة. مالها؟ افتكرها دي مين؟ ومعرفهاش مين؟ بشرى يا واد خطيبتك. خطيبت انا؟ ايوه قدامك اهي. ليه ان شاء الله؟ مالها بشرى؟ عملت ايه في حياتي عشان دي تبقى خطيبتي؟ هي ما تغلط يا واد. هتغلط؟ نزلت مصر خلاص. بصت خلاص. مصر مين يا عم؟ انا على طول عايش في مصر. في ايه؟ دي خطيبتي ديت؟ دي انا اعرفها؟ مش دي امك يا واد. ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا يا ستي ما اعرفكيش يا ستي. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ ما اعرفكوش والله. ما اسمع علوان والله. البت دي ما حفيتش عليها؟ مين البت دي؟ دي ايوه. ليه ان شاء الله ما حفيتش عليها؟ عشان من قلة البنات. من قلة ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم. يا واد بلا قلة حاجة يا عم. ما تغلطش فينا. انا عبد ودود يا واد. يا عم انا لا اعرف عبد ودود ولا اعرف امي ولا اعرف مين اللي انتوا بتقولوا عليه ده. لميت علينا الناس اهو. لميت علينا الناس. يا عم ما اعرفش. ايه ده يا عم انت؟ في ايه؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه في ايه؟ انا عارف في ايه. الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ في ايه؟ في علوان مين انت راخ؟ في عايزين ايه دول؟ علوان مين؟ يا علوان انا محمد. في ايه؟ قول لي بس. اقف جنبك انا. قول لي الموضوع ايه علوان مين يا عم الحاج؟ علوان مين؟ اتكل على الله. طب انا غلطان اللي جاي اقف على الله. اهو واحد اهو. ده ايه اللي دي؟ لا معانا ولا معاه. امال مع مين بالظبط؟ انا معرفش فيه. قال اسمك علوان يا عم. ده كذاب. عايز اقول لك كلمه. كلمه مين؟ كلمه مين يعني؟ ما إيه كلمه ايه يعني؟ بتاعت ايه؟ كلمه سر. سر بيني وبينك انت وتحتفظ بيه جواك. في ايه يا عم؟ سر اللي احتفظ بيه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ عايز اديك حته سلاح. سلاح؟ يا نهار اسود. سلاح ايه؟ ما تخافش. سلاح ايه؟ ما تخافش هوريك سلاح عمرك ما شفته. سلاح. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. يا استاذ امير مسدس ميه خلينا نسافر بنها جري. في كده في كده في الدنيا؟ عموما انا بشكركم جميعا وبإذن الله يا رب يبقى لنا لقاء بكرة. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده حتة الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي؟ زملكاوي. انت يا عم انت فين صاحبك يا عم؟ انت يا عم انت قلت له حاجه زعلت يا عم؟ ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي. اتفاجئت. بقول له زملكاوي اتفاجئت راح كلبشني كده. يا ابني صرفوا يا ابني. اعملوا اي حاجه. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على الترسك. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطنا. انت بهدلت الصندوق كده ليه يا عم؟ بهدلت الراجل اللي كان يعني الصندوق ده انت عارف تمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي امال تمنه؟ هديك تمنه بس اتصرف وكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم يا ابني. اسندك اهو. اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا عم؟ ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه. ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. صحيه يا عم. ما انتش فاهم. هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكم؟ هو زفت سعفان ده ولا نحسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نحسان. نحسان نحسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟
يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسر وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه دي مش فلوس. هعمل بيه الصندوق ده لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس اسرح بصندوق. حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ اتصرف وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت... عمل الحكايه دي 3 4 مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبهولك. انا مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك فيه. انت اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله. كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل حاجه. علوان 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 مين؟ علوان الغالي. غالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ ابوسك في دماغك. تبوس مين؟ ابوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ توبتنا ودوبتنا لف عليه. عليه فين؟ ابوس دماغك. عليه فين؟ ابوس دماغك. انت جيت مصر اتنكرت لنا خالص. انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك. ام مين؟ حبيبي علوان. ام مين؟ علوان ولد. ام مين؟ ولد. ما تزقش امك كده. ايه ما تزقهاش يا حبيبي علوان. طب بشرى الحلوه دي القمر اللي انت خطبتها؟ طبعا عمري ما شفتها دي. بشرى. بشرى مين دي؟ بشرى القمر اللي انت كنت تقول احب هموت فيها يا عم. بشرى نفسيها. انا معرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا معرفهاش. تعرفش خالك عبد ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفك ولا اعرفه؟ انا اعرفها. تعرف مين؟ معرفكوش. ما تعرفش بشرى؟ بشرى مين وام مين وخالي مين؟ يا غالي يا 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 قمر انت. قمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبه عمري. هي دي؟ دي؟ انا معرفهاش. دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. ايه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت. لا. هناك. امال في البيت هناك؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حتة؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن منكم اللي مربيني. انت عندك كام سنة يا علوان؟ عندي 18 سنة. بالظبط يا علوان. ايه بالظبط؟ ايه بالظبط يا ولدي؟ بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمه دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين. بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس دي عايزه منك ايه يا علوان؟ علوان مين انت التاني؟ والله ايه يا ده؟ انا محمد. انت معاه ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا. ادي راجل ماشي اهو. جالي قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله. اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ يا حبيبي ولد. يا لهوي يا ولد حبيبي. يا الحاج ابو دماغك ابعد. انا ما اعرفكوش. طب استنى يا اختي. قلبي بيستخدم عليك يا ولد. ما تزقش اختي. ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعق ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجايين تتبل عليا. اخس يا علوان. اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب علوان مين؟ خلي رشوان يبوسك. بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ ايه ده؟ ده قريبك. ايه ده؟ خلاص يا رشوان. خلاص يا رشوان. خلاص. انت مش عاجبك حد خالص من قريبك؟ انتوا في ايه يا جدعان؟ طيب مهران يبوسك. مهران مين؟ الصعو. خلاص خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. ما تضايقوش. انا هقول لك على حاجه. انت واد كويس وطيب وابن ناس. احنا عيلتك واهلك وناسك. ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. صعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. قول. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟
هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اها هوريهولك. اها هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ ايوه. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور قدام الناس. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. انا عايز استأذنكم في حاجة. عايزكم تشوفوا محمد عيسى عمل معانا ايه والرعب اللي رعبه لنا واللي هو كان فيه عشان ايه حاجه خايبه قوي. اتفضل محمد عيسى اهو. واستاذنكم نبص بس نبص بس. معلش زمانها جايه يعني والاتوبيس طريق زحمه ولا حاجه. مساء الخير. ازاي حضرتك عامله ايه؟ دي واحده بس عايزاك كلمه تاني. انا بشرى. بشرى مش فاكراني؟ عنوان. ازيك يا عنوان؟ عنوان ايه يا عم؟ ازيك يا عنوان؟ يا عم انا مش عنوان. وحشني يا عنوان. عنوان ايه يا عم الحاج؟ وحشني يا عنوان. ده اسمه محمد. انا مش عنوان يا عم. اسمه ايه؟ محمد. اسمه مين؟ اسمه محمد عيسى. انا عبودود. عبودود مين؟ حضرتك عايزه تعرفي انا اسمي بالكامل؟ لا انت حضرتك عايز مين؟ انا عايز علوان. انا مش علوان والله. اسمه محمد. والله العظيم ما علوان. انا خالك. ده اسمه محمد. انا خالك يا علوان. انا محمد يا عم. عايز مين؟ عايز هربت بالبلد يا علوان. هرب؟ هرب مين؟ تجيب له مصيبه. انا عايز علوان. ده علوان. ده اسمه محمد عيسى. محمد عيسى ده جوزي. اه اسمه محمد عيسى. لا انت غيرت اسمك يا علوان. لا محمد عيسى مش علوان والله العظيم. ثانيه واحده. اتفضل. اختي اهي. ايوه اللي هي امك اهي. ولدي اهي. ولدك مين يا ستي؟ يا امي. يا امي فين؟ يا حاجه فين امي يا ستي؟ حرام عليكي. يا ستي سيبيها. استنى بس. سيبيها تبوس. امك ماتت بقالها قد ايه؟ ماتت بقالها سنه. حماتي ماتت. باقي في حياتكم والله ما اعرف. حياتك كفايه. ثلاثه عايزين دلوقتي يا سيدي. انا مش على عزا ولا على البتاع. انت عايز مين يا اخي؟ انا دلوقتي عايز علوان. ده مش علوان. ده بقول لك اسمه محمد عيسى. ده علوان. ده محمد عيسى. ايش عرفني ان محمد إيه عيسى؟ انت مالك ومالنا فيه ايه؟ ايش عرفنا؟ طلع له البطاقه. الست دي بتسحب الدموع بوسيه. ولد حبيبي بوسيه. يا امي يا ستي والله ما عرفت. يا حاج يا ستي ده انا من دورك. استنى بس يا محمد. ازاي امي وانت من دوري؟ استنى يا محمد لما اشوف الموضوع. اتجوزت وهي صغيره. دي اتجوزت عندها 8 سنين. 8 سنين. اديني ورقه نعرف انت مين. طلع البطاقه يا اخويا. ايوه ورقه. طلع لهم البطاقه يعني. بطاقتك ما بنعرفوش نقرا. ما تعرفش. هخليها معاي 5 دقايق. لا يا اخوي. حد يكون بيعرف يجري. اراهنك البطاقه يا عم الحاج. اراهنك ان انت اسمك علوان. والله ما علوان. والله العظيم ما علوان. انت هربت من البلد ليه؟ انت هتجيب له مصيبه يا حاج. هربت ليه؟ والله ما هربت ولا اعرف البلد اللي بتقول عليها دي خالص. كنت عندنا في البلد. بلد ايه؟ ده اسمه محمد عيسى يا اخوي. محمد عيسى؟ ايوه. يعني انا غلطان؟ وحضرتك واسمه في البطاقه. علوان. علوان مين يا اخويا؟ وانت عامل صحيطه. مين ده؟ لا علوان يا عم. انت جايب لنا مصيبه في ايه يا حاج؟ اذا كنت هربت من البلد عشان نصيبه. انت جايب لنا مصيبه. هنخلصها لك. انا ما رحتش البلد بتاعتكم دي خالص. ما رحتش البلد خالص. ما عرفتش بلدك دي فين حته. طب بنتك الغلبانه تترمي في الشارع. انا ماليش بنات وما بخلفش. تعالى يا بشرى. اهي بنتك بشرى. انتوا مين؟ احنا هنخلص من امه وتطلع لنا بشرى. مالها بشرى؟ يعني نرميها في الشارع؟ ما ترميها ولا تولع ولا تروح في مصيبه. مش انتوا عايزين ايه؟ مش ده ابوكي. بوي امال يا ابني انت يا عم. انت ابوكي منين؟ ده انا ما بخلفش. احنا ما بنخلفش بقى لنا 30 سنه متجوزين. تقول لي لمكوا علينا. انتوا في ايه؟ في اخوانا في ايه؟ في ايه؟ ما تعالى شوف احضر. تعالى يا اخويا شوف الموضوع. في ايه؟ مين الناس دي يا عم علوان؟ علوان انت راجل. علوان مين يا اخويا؟ انت جايب له مصيبه. انت جايب له مصيبه. طب انا روح يا عم. انا الحق على خلاص. في ايه؟ عايز اقول لك يا عم ادينا البطاقه. مفيش سر. قول اللي انت عاوز تقوله علني. عايز اقول لك سر. مفيش سر. اتفضل سامعك. عايزك تيجي معايا البلد بس تستلم مني السلاح اللي في جيبي ده. دي الليله السودا دي. ده البطاقه وخلصنا يا عم. انتوا خايفين ليه يا عم؟ دي البطاقه وخلصنا. دي ليله سودا. ده موضوع سهل خالص. سهل ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما تخافوش. في ايه طيب؟ في ايه؟ هنوريكوا كل شيء. تورينا ايه طيب؟ دورة. دورة؟ ايه ده؟
الله يخرب بيت الليله السودا. دوره ايوه اقف هنا عشان دوره. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. على فكره اوعى تفتكر نفسك انك جامد قوي، انا اتزحلقت عشان تبقى فاهم. من الاخر. اما دلوقتي اللي كان المقلب وعمل عمايل غريبه الاستاذ امير وجدي. علوان 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 ازيك يا غالي؟ علوان مين؟ ازيك يا علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ الله 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 الله، ازيك يا حبيبي؟ الله الله الله، في ايه يا عم؟ ازيك يا غالي؟ غالي مين يا عم؟ تلات سنين ندور عليك. ويقصد مين؟ انت يا عم. انت انا مين يا عم؟ ايه علوان؟ علوان مين يا عم؟ يا ابني ازيك يا حبيبي؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف علوان بتاعك. وحشتني يا علوان، وحشتني يا غالي برضك. يا عم علوان مين؟ انا ما اسميش علوان، انا ما اسميش علوان، انا خالك عبو ودود. مين؟ خالك عبو ودود. ولا اعرفك. وهمك اهي. وعلوان ولد. لا لا يا ستي ما اعرفكيش. يا عم ما تقولها حاجه. لا علوان ولد ما اعرفهاش يا عم. ما تعرفش دي؟ لا ما اعرفهاش. ما تعرفش ان شلتك 9 اشهر في بطنها يا ياض؟ مين دي يا واد؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده. ولا اعرفها. لا تعرف امك ولا تعرفني انا. امي؟ انا عبو ودود يا ياض. يا عم مش امي دي يا عم. دي مش امك؟ طب دي مين؟ اهي مالها دي؟ اهي اوقف في عاده. مالها؟ افتكرها دي مين؟ ومعرفهاش مين. بشرى يا واد خطيبتك. خطيبتي انا؟ ايوه اهي قدامك اهي. ليه ان شاء الله؟ مالها بشرى؟ عملت ايه في حياتي عشان دي تبقى خطيبتي؟ هي ما تغلط يا واد. هتغلط؟ نزلت إيه؟ مصر خلاص. بوست خلاص. مصر مين يا عم؟ انا على طول عايش في مصر. في ايه؟ دي خطيبتي ديت؟ دي انا اعرفها؟ مش دي امك يا واد؟ ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا يا ستي ما اعرفكيش. يا ستي في ايه؟ يا عم في ايه يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ ما اعرفكوش والله ما اسمع علوان والله. البت دي ما حفيتش عليها؟ مين؟ البت دي. دي؟ ايوه. ليه ان شاء الله؟ ما حفيتش عليها عشان من قلة البنات؟ من قلة ايه؟ يا عم حرام عليك يا عم. يا واد بلا قلة حاية. يا عم ما تغلطش فينا. انا عبو ودود يا واد. يا عم انا لا اعرف عبو ودود ولا اعرف امي ولا اعرف مين اللي انت بتقولوا عليه ده. لميت علينا الناس اهو. لميت علينا ده. يا عم ما اعرفش. ايه ده يا عم انت في ايه؟ في ايه؟ مالكم ايه؟ في ايه؟ انا عارف في ايه. الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ في ايه؟ يا عم مين انت راخ؟ في عايزين ايه دول؟ علوان مين؟ يا علوان انا محمد. في ايه؟ قول لي بس اقف جنبك انا اقول لي الموضوع ايه. علوان مين يا عم الحاج؟ علوان مين؟ اتكل على الله. طب انا غلطان اللي جاي اقف على الله. اهو واحد اهو. ده ايه اللي دي؟ لا معانا ولا معاه. امال مع مين بالظبط؟ انا معرفش فيه. قال اسمك علوان. يا عم ده كذاب. عايز اقول لك كلمة. كلمة مين؟ كلمة مين يعني؟ ما إيه كلمة ايه يعني؟ بتاعت ايه؟ كلمة سر. سر بيني وبينك انت؟ وتحتفظ بيه جواك. في ايه يا عم؟ سر اللي احتفظ بيه؟ هو في بيني وبينك حاجة؟ عايز اديك حتة سلاح. سلاح يا نهار اسود. سلاح ايه؟ ما تخافش. سلاح ايه؟ ما تخافش هوريك سلاح عمرك ما شفته. سلاح. بصي بس بصي بس بصي بس. تيجي نازل من عربيتك او تيجي تركب عربيتك تلقى تيتا وديدة جايبالك اكياس وقمصان وبنطلونات وحاجات كتير وبتقول لك احسب لي الحاجات دي عشان البت دي مجنونه معايا مش عارفه تحسب لي حاجه. لو تكرمت هتعمل ايه؟ هتقف وتعد وتحسب زي ما حصل مع ضاحك. وتعالوا نبص بس. بصي بس. شكرا. كابتن انا حاجة. ايوه انا بتجهز. ولا كابتن امور يا حاج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بصراحة
كنت عايز استاذنك. امور يا حاج. الف سلام. الف سلام. الف سلام يا حاج. عدمي زهام زي حلاوه الطحينيه. لا الف سلام يا حاج. كنت عايز استاذنك في حاجه. امور يا حاج. نزلنا السوق انا والبت دي، نزلنا جبنا حبه حاجات. امور يا حاج. انا فوجئت بقى ان الحساب هي ملخبطاني فيه، هل ممكن تساعدني حضرتك يعني اراجع الحساب معاك؟ انا خدامك يا حاج. الله يخليك. الله. هي شهامه ولاد البلد. الله يخليك يا حاج. هي شهامه ولاد البلد. ثانيه واحده بقى. الكيس الازرق ده ب 500 جنيه. ايوه يا حاج. احسب لي بقى ايه؟ لا ايوه الازرق الثاني. هيك الاولاني قلنا كام؟ 500 يا حاج. قلنا ايه؟ 500. قلنا 500. اه. وده حضرتك 900 يبقى كام؟ 1400. 1400. حضرتك مجموعة تانية. الراجل في منتهى الأدب ومنتهى الذوق. الله يخليك يا حاج. إيه الأدب ده؟ الله يخليك. إيه الأخلاق دي؟ الله يخليك يا حاج. اسم حضرتك إيه؟ ضاحي. وأنا اسمي، وأنا مؤاخذة بس هريح العربية ثانية كده عشان ظهري. اتفضلي يا حاج. وأنا اسمي وديدة. أهلا وسهلا. كانوا بيدلعوني وانا صغيره يقولوا لي يا دوده دوده. ايوه اهلا وسهلا. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعت انا يا باشا. واقف تبيع في الشارع؟ انا ما ببيعش يا باشا، دي بتاع الحجه دي. حجه مين؟ الحجه بتاعتك انت يا حجه. حجه ايه؟ الملابس دي بتاعتك انت. مش سامعاك عشان ودني دي. الحاجه دي بتاعتك انت. ودني دي فيها تحلب حضرتك. ايه؟ فيها تحلب حضرتك. من ايام ما كنت بلعب سباحه الطحلب ده مسك في ودني فركب على الركاب والمطرقه وقفلها فما بسمعش كويس. طحلب؟ ايوه اسمه طحلب حضرتك. بس فانت بتقول ايه حضرتك؟ مش عارف. بقول حاجه دي مش بتاعتي انا، بتاعتك انت. بتاعتي انا؟ ايوه بتاعتك انت. ضحكتك انت، الحاجه دي بتاعتك انت. في ايه يا ضحك؟ ده انت نهار كذا. ده انت ماسك التيشيرت تقول بص شوف تيشيرت طاح اهو. بص شوف تيشيرت طاح اهو. أنا قلت كده؟ أيوة وعملت الحركة اللي بتعملها. يا ست حرام عليك، الحاجة دي بتاعتك أنت. أنت اسمك إيه يا ابني؟ ضاحي يا فندم. شفت حضرتك؟ ما أنا لسه حاسب لي على الحزب يا باشا. طب أنا أعرف منين أنت؟ ما أنت قلت تعرفني على اسمك، عرفتك على اسمك. أنا أتعرف على اسمك. أنت اسمك دودة دودة دي ولا اسمك إيه؟ اسمي إيه؟ ما أعرفش اسمك، قلت لي اسمك دودة ولا دودة دي؟ دودة؟ ما أعرفش، قلت لي بقول لك إيه؟ في واحدة اسمها دودة. ما أنت ما أعرفش أنا اسمك إيه أنا، الأسامي اللي أنتوا بتطلعينها دي ما أعرفهاش. يا باشا. أنا ماليش حاجة في العربية. الحاجة اللي بتاعتك أنت. بتاعت مين؟ بتاعتك انت الحاجه دي. يا سلام. انا كنت واقف اقول بس شوف تيشرت ده اهو. انت وليه شرانيه يا ست؟ ده انت وليه كبيره وشايبه. شايبه؟ اه شايبه يعني. والله انا الصبيه يعني انصب بفلوسي. انا جارك العربيه وتحسب لي حزبه دي جيزات معاك يعني اجيب بدايه يا ست. نهار خليه يعدي بدل ما اخلي نهار طين على راسك. طب ثانيه يا ست. ما افهمش يا اخي. ثانيه ولا ربع ثانيه. الحاجه اللي بتاعتك انت. هسالك سؤال. ما تسالنيش. الرف ده كله المرشوش هناك ده ما اعرفش عنه حاجه. انا ده انا جاي ما اعرفش حاجه عنه. يعني انا جايبه هخش فيك السجن. تخش في مين؟ فيك انت. افهمك بالمحسوس. محسوس؟ انت راجل واقف تاجر في السوق. تاجر يا ست؟ انا اول مره اشوف شكلك المجندل ده. يعني انت عشان تغلط فيا اديك بالاربعه دول في مراخيرك. ما عشان انت حرمه، لو مديت عليك هموتك. عيب. هو جاب حاجات كويسه المره دي، جه تشتري. وقبل كده اشتريت دي منه من 6 سنين. شوف الوليه برضو الضلاليه. الله يرحمك يا تانت اوت. كانت تقول لي لفون بيفيان. ترجع تقول انها انفرديال انفرديال النهار كله وتغني لي. ده انتوا ايه لمقطره نبت بقطران؟ ليه كده الغلط ده؟ بتغلط ليه يا ست؟ اغلط في مين انا؟ اغلط يا حرام. ده انت جننتيني. لا لا دي جننتيني يعني خالص. تغلط فيا؟ ده انا اغلط فيك وفي اللي خلفوك كمان. انا مش هغلط فيك وقرعه كمان. يا نهار ازرق.